مساء الخير أحبائي وأعزائي، آلاف الإسلاميين يتظاهرون رفضا للوساطة الأممية. عصام عاشور يدق ناقوس الخطر ويحذر أيضا حلف 30 يونيو. مع تزايد الهجرة وأوروبا تمول اتفاقا لمراقبة حدود مصر مع ليبيا. ثلاثة أمور تسيطر عليها الشيطان بها على حياة الإنسان. في مثل هذا اليوم انتخاب البابا شنودة بطريركا للكرازة المرقوسية. عريس الجنة وفاة شابا متأثرا بإصابته أثر انفجار اسطوانة بوتاجاز بعد ساعات من زفافه بإناء. مع ارتفاع وتزايد سعر الدولار ماذا يحدث وماذا يكون؟ والأحداث مؤسفة. تركيا تفرج عن إعلام الإخوان خرج وواصلوا التحريض والشائعات ضد مصر. أخبار كثيرة ومع تزايد جديد وقرار جديد للحد من ارتفاع أسعار الدواجن. حبيبي وعزيزي، معك قناتك الملكة والأمير، وأرجو الاشتراك في القناة إن أعجبك الفيديو، ولو إن لم يعجبك منتظر تعليقاتك ولايكاتك ليهمنا التعليق. تجمع قرابة 3000 متظاهر من الآلاف من الإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم احتجاجا على وسطتها في الأزمة السودانية بين العسكريين والمدنيين. وقاموا بحرق صور المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر، ونحن للدين فداء فليعد للدين مجد أو ترق كل الدماء. وقد احتشد انتصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأتباع حزبه المنحل من الإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، وذلك المطالبة بطردها ورئيسها فولكر بيرتس، وأيضا تحذير رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من توقيع اتفاقية تسوية ثلاثية مرتقبة مع تحالف المعارضة الحرية والتغيير وفقا لمشروع دستور مجمع عليه. وقد حذرت جهات حقوقية من تهديدات الشخصيات الدولية واعتبرته مخالفا للقانون الدولي الإنساني، وطلبت بمحاسبة المحتجين والتعامل مع كافة المحتجين بالمثل. ونصب المتظاهرون من أنصار الإخوان المسلمين الذين انضموا تحت لواء التيار الإسلامي العريض ومبادرة الزعيم المتصوف الطيب الجد منصة ومقبلات صوت أمام مقر البعثة في ضاحية المنشية، خاطبوا من خلال المحتشدين مطالبين بطرد البعثة ورئيسها فولكر بيرتس، وحملوا لافتات مكتوبة عليها لا للتدخلات الإجنبية ولا للرباعية، وذلك في إشارة إلى الوساطة الدولية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وتأتي مظاهرات الإسلاميين على خلفية الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين تحالف المعارضة الحرية والتغيير والعسكريين، يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة وزراء مدنيين، وأن يذهب البرهان ونائبه الفريق حمدان إلى مجلس أمن ودفاع ويترأس رئيس الوزراء، وهو ما يعتبر المسلميون تراجعا من قبل العسكريين يهدد جدهم وامتيازاتهم، ويتكون التيار الإسلامي العريض من أنصار نظام المؤتمر الوطني والإخوان المسلمين ومجموعة متشددة وبعض المتصوفة، ويعمل تحت لافتة مبادرة أهل السودان بقيادة الزعيم المتصوف الطيب الجد. منذ 25 تشرين الأول أكتوبر دب مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بعودة مسار الانتقال المدني على الخروج في مظاهرات شبه يومية، مما منع القيادة العسكرية من تنفيذ تعقيداتها التي قطعتها عقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية. عصام عاشور يدق ناقوس الخطر ويحذر حلف 30 يونيو. حذر الكاتب والباحث عصام عاشور من تحريض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي ضد مصر ودعوة الشباب للخروج في مظاهرات يوم 11 نوفمبر الجاري. وقال عصام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يا تحالف 30 يونيو التي استطاع أن يتخلص من دولة الظلام وتنبؤوا، فإذا كان عشم إبليس لم ينقطع في دخول الجنة فإن عشم أيمن نور لم ينقطع أيضا في أن يكون رئيسا لمصر، وهو الحليف الأكبر للإخوان. والحذر الحذر، كشفت معلومات أن الجماعة وبالتعاون مع أيمن نور القيادي المعارض المقيم في تركيا ومالك فضائية الشرق يواصلون التنسيق والتخطيط للتظاهرات 11 نوفمبر، وذلك من خلال خلق شائعات وأكاذيب ضد النظام المصري وترويجها بكثافات عبر الصفحات والحسابات التابعة للجماعة،
وعناصره على مواقع التواصل والفضائيات الجديدة التي أطلقها الإخوان مثل الشعوب والحرية 11-11. ومنها شائعات أطلقها نور حول دورة مزعوم لسيدة جزائرية تعمل في مجال غسيل ونقل الأموال لحساب جائتها في مصر حسب تغريدة له على موقع تويتر. وبحسب المعلومات فإن نور وجماعة الإخوان اتفق على تكسيب واستغلال ارتفاع سعر الدولار وما تلاه من ارتفاع الأسعار السلع بترويج لشائعات حول النظام والحشد ضده واستغلال انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين قمة المناخ التي ستنعقد بعد أيام في شرم الشيخ لخروج تظاهرات كبيرة تسبب الحرج للحكومة أمام ضيوفها وتسمح بأحداث فوضى قد تؤدي لإسقاط النظام. وبحسب زعمهم مع تزايد الهجرة أوروبا تمول اتفاقية لمراقبة حدود مصر مع ليبيا. أفاد بيانه لوبد الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن التكتل وقع اتفاقا مع مصر الأحد يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج الإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو في وقت تزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا. ووفق الوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر يهدف هذا المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وغفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجارة بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويل لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحة شمال مصر الشمالي تراجعا حادا منذ أواخر 2016، إلى أن دبلوماسيين يقولون إن هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشائعة الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا عبر محطة المتوسط إلى أوروبا تزايد جدا. وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول يناير وحتى 28 أكتوبر من العام الحالي وصول 16,413 مهاجرا مصريا على متر قوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين. ووفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية تم توقيف أكثر من 26,500 مصري على الحدود الليبية في 2021. وتشير الوثيقة لأنه من المرجح أن تشهد مصر تدفقات كثيفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغيير المناخ وتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية. عظة ثلاثة أمور سيطر بها الشيطان على الإنسان. وسيعة تكلم عن الأب القمص أرميا وليم كان كنيسة الملائكة غبريالة بحارة السائيين عابدين وسط القاهرة صباح أمس الأحد عبر قناة أون تي في، وذلك في إطار برنامج عزة الأحد الأسبوعية. وتناول الأب القمص أرميا من خلال قراءتك القداسة اليوم والأحد الثالث من شهر بابا موضوع إنجيل، وهو السيد المسيح الخادم المتألم في إنجيل متى والإصحاح الثاني عشر، وأشار إلى ثلاث أمور سيطر عليها الشيطان وشوه بها حياة الإنسان قبل مجيء السيد المسيح وكيف علاجها السيد المسيح بالروح القدوس. عقل الإنسان عندما يزبل الشيطان يستخدمه الإنسان في تدمير البشرية، ولكن جاء المسيح ليشفي العقل بروح الله فتصبح قوانين العقل هي الحق والعد، ويعطي الله الإنسان الاستنارة العقلية حتى يخرج الحق إلى النصرة. الإدراك والبصيرة عندما يسيطر عليه الشيطان يصبح إدراك الإنسان خاطئا، ولكن عندما تشفي بصيرته سيرى الله الذي يهب البصيرة الروحية فيحصل على إدراك وحكمة سليمة ويرى عجائب شرع الله فيحب ويرى الخلاص والسماء بجماله ويرى جسد البشري ممجدا في الأبدية. الكلام والتواصل مع الآخرين وعندما يسيطر عليها الشيطان تصبح العلاقة بين الإنسان والآخرين مدمرة ومليئة بالخطيئة والأذى، ولكن جاء السيد المسيح فجعل الناس تنطق بكلام وتواصل معا بطريقة ترضي روح القدوس، وأصبح كلام الإنسان للتشجيع والبنيان والتعليم وإعلان مجد الله، واللسان أصبح ينطق بالخير وتسبيح الله والصلاة. خبر آخر في مثل هذا اليوم انتخاب البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقصية. البابا شنودة ولد باسم نظير جايد روبايين 3 أغسطس 1923 مارس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية وسائر بلاد المقر، والبابا رقم 117 كان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا 19 ومكاريوس الثالث ويوساب الثاني. وكانت قائمة من الكتاب أيضا إلى أمن جانب الوظيفة الدينية العظمى التي أنشغلها، وكان ينشر بجريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة. التحق بجامعة واد الأول في قسم التاريخ وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير امتياز عام 1947 وبالسنة الثنائية بكلية الآداب. التحق بالكلية الإكليركية وحصل على الليسانس بثلاث سنوات. تخرج من الكلية الإكليركية
عمل مدرسا للتاريخ حاضرا مسؤولا مسيحيا في كلية اللاهوت القبطي، وكان تلميذا وأستاذا في نفس الكلية في نفس الوقت. كان يحب الكتابة وخاصة كتابة القصائد الشعرية وألخ عريس الجنة. وفاة شاب متأثرا بإصابته أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بعد ساعات من زفافه بكونها. لبث شاب أنفاسه الأخيرة يوم متأثرا بإصابته أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية القرية التابعة لمركز نبادة. وتعود أحداث الواقعة للأسبوع الماضي عندما تلقى اللواء إيهاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن القرى اختار من مرفق إسعاف إلى يفيد برود بلاغ بإصابة شاب أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية التابعة، وعلى الفور تم الدفع بسبب الإسعاف إلى موقع الحادث. وبالانتقال والفحص تبين أن إصابة أحمد عبد الباقي يبلغ من العمر 30 عاما بحرق شديدة أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية القرية التابعة لمركز نقاذ، وجري نقله المستشفى يتلقى العلاج اللازم قبل أن تلفز الفيصل الأخيرة صباح اليوم متأثرا بإصابته. وكشف التحرير أن العقيد أن الفقيد أصيب بعد حفلة زفافه بأربع ساعات أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية القرية التابعة لمركز نقابة، وتحرر محضر بالواقعة وشيع جنازة لهذا الأمر. تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بداية التعاملات. تراجع سعر الدولار اليوم في بنك عربي والبركة مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه باختتام تعاملات أمس الأحد، وكان الدولار البنك الأهلي 23 جنيه 80 قرش، 23 جنيه 90، 23 جنيه بنك مصر 80، 23 جنيه 90 بنك اسكندرية، 23 85، 3 جنيه 95 بنك القاهرة، 22 جنيه 80 و 22 جنيه البنك التجاري، 23 و 23 و 90 قرش. ورحم الله مصر. تركيا تبرك عن إعلامي الإخوان خرج ووصل التحريض والشائعات ضد مصر. أطلقت السلطات التركية صراحة عدد من أعلام تنظيم الإخوان الإرهابي وبعد خروجهم لم يلتزموا ووصلوا التحرير ضد مصر والدعوة لانتصارات وفوضى في 11 نوفمبر المقبل وبس الشائعات والأكاذيب. أطلقت السلطات سراح الإعلام الإخواني حسام الغمري الذي استقطبته منذ الجمعة وأدركته كل قود الإرهاب وفور خروجه لتلفقته فضائيات الإخوان في إسطنبول، ولكن وأجرت معه مداخلات هاجم فيها مصر والسلطات المصرية ووصل دعوات للحشد لانتصارات وفوضى. كشف الإعلام المطلق صراحة أن سيف عبد الفتاح القيادي الإخواني والمستشار السابق للرئيس الإخواني محمد مرسي تدخل لدى السلطات التركية للإفراج مضيفا أنه خرج ليكمل دوره في حشد انتصارات الجمعة 11 نوفمبر ولم ينتظر الإعلام كثيرا، حيث بدأ على الفور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي التحريض ضد مصر والدعوة لنشر الفوضى وشرح كيفية الخروج للتظاهرات واستخدام آليات وتنبيه معينة للتجمع وتطرق التجمعات بهدف إرباك الأجهزة الأمنية. ورغم التعليمات التركية بتقييد أنشطة الإخوان الإعلامية بس الانتقادات ضد مصر في الفضاءات اسطنبول، كشفت معلومات أن الجماعة وبالتعاون مع أيمن نور القيادي المعارك المقيم في تركيا ومالك فضائيات الشرقي وصلنا تنسيق والتخطيط للتظاهرات 11 نوفمبر، وذلك من خلال خلق شائعات أكاذيب ضد النظام المصري وترويجها بكثافة عبر صفحات وحسابات مع التي أطلق الإخوان مثل الشعوب والحرية وألخ وذلك. أيضا أعلن السيد القصير وزير الزراعة والاستصلاح أنه بناء على التنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 183 ألف طن. الإفراج عنهم إيه؟ هم كانوا محبوسين ولا إيه؟ من الذرة وفول الصويا بحق 94 مليون دولار خلال خمسة أيام في الفترة من 23 27 أكتوبر. وأضاف القصير أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44.9 مليون دولار. وأكد وزير الزراعة أن الإفراج سيستهدف تجيب كميات الأسواق في الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لعلاف الدواجن. وناشد القصير المستوردين الذين لا يتم الإفراج لهم البيع بالأسعار المقبولة مشيرة لأنه يجب أن يظهر أثر الإفراجات وإنخفاض الأسعار. وأوضح وزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن لإفراج الدور عن الذرة وبول الصويا وخامات وأدوات. عفوا عن الزغوطة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل حب وتقدير. سلام ربي يكون معكم أمين.